عندهم فكره. اذا بيسجلوا الحين ولا قدام ان شاء الله. فتواصلت مع استاذ علينا محمد عيال مدير البرنامج واستاذ اوكي هذا كلمي. فان شاء الله نبلش وامي شوفها اكثر هم اهل المجال اقرا فبلش معك. ترى نشوف اللي درسناه جهة وجهة في العمل شيء ثاني. هذا حق القطاع الحكومي. القطاع الخاص اللي عنده همة يروح قطاع خاص ويبرز في النفط ولا في غيره يشوف نفسه أمام ناس بروفيشنال ناس حيل قوية يشوف نفسه ضايع ناهيك عن العمل يعني كف. هذا البرنامج يخليك مؤهل تأهيل قوي جدا 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 يخلي شركات القطاع الخاص وشركات النفط هم اللي يحكمون وراك. هم يقولوا تعالوا ويخليك تقدم عندنا لأن هذا البرنامج ولله الحمد يعني خرجنا الحين 7 دفعات سمعتهم جدا عالية. بعد 7 شهور أعطيكم أبسط مثال شركة نفط الكويت KOC يقولون عن خريجينا خريجين البرنامج هذا 7 شهور يقولون عندكم الخريج يعادل موظف عندنا صار له 10 سنين خبرة في مجال الـ IT. السبب في ذلك أن هذا برنامج جدا مكثف جدا عالي تخرجون منه ان شاء الله من هالدوره هذه التدريبيه عندكم يعني اقوى شيء في تقنيه المعلومات افضل ما موجود في السوق اكثر شيء ابديت تشوفون اللي درستوه وهو نفسه اللي بالشغل مو الجامعه غير وهذا غير بالضبط هو نفسه مو بس كذي بتحسون نفسكم مستواكم اعلى من جميع الناس اللي بأطرافهم حتى في المقابلة الشخصية الطلبة اللي عندنا الحين قاعد يدربون كل سنة يقولون نروح للمقابلة الأولى والثانية والثالثة من التركين بعد البرنامج لا يروحون يربكون الجدام يعني 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 حتى اللجنة يشوفون أن هذا الخريج خريج شيء آخر وأبسط سؤال يسألونه كم سنة عندك خبرة؟ يقول لهم أنا ما عندي خبرة، أنا أخذ دورة، عشان كذي الحين الشركات الكبيرة وحتى الصغيرة بعد اللي عرفت البرنامج يقولون هل أنت خريج برنامج IBM مع التأمينات؟ إذا إي لك الأولوية. عشان نحفز الطلبة المشكلة اللي واجهناها من السنين الأولى أن البرنامج ما كان معروف. الحمد لله آخر سنتين بدأ البرنامج ينعرف من عرض برنامج في ناس قاعد تسجل زيادة وزيادة وزيادة احنا قاعد نحث طلبة على التسجيل لان القطاع الخاص يا جماعة ما يبي خريج عادي يقول تماما اللي يطمح قطاع خاص ويكون متميز هذه الدورة افضل شيء عنده واللي ما عنده طموح يبي يشتغل قطاع حكومي او وزارات يبي يسمع او تسمع رفيجاتها والله دوام على كيفك على كيفك نصيحه لا يمنع ولا يجينا ولا يسجل عندنا اللي ما عنده طموح ترى حتى القطاعات الحكوميه في جهات حكوميه اذا سمعتوا عنها اسمها ذات ميزانيه مستقله يعني مو تبع ديوان خدمه تدرون مثل شنو؟ التامينات بعد منو؟
اي هذا القطاع العسكري، انا بالمدني. لا لا، شؤون المزارع، البنك المركزي، ديوان المحاسبه، هي عمل الاستثمار، هذه الجهات الحكوميه مرتباتهم اعلى بكثير من الوزارات. هذه الناس يبون ناس شوي هاي، صح؟ البرنامج قوي جدا، ترى حتى اللي بيروح وزاره مو يشوف نفسه اعلى من موظفين، يشوف نفسه يمكن اعلى من مدير اداره. هذا اللي بيروح الوزارات، بيروح القطاع الخاص بيشوف نفسه متميز جدا. نعطي 750 دينار مكافاه شهريه طول ما انت سويت الشغل. يعني كانك موظف قطاع حكومي. صح؟ الدوره مدتها 7 شهور، 6 اشهر داخل الكويت، اخر 3 اسابيع تقريبا يكون فيها سفر على حساب المؤسسات، تذكره وبوكيت ماني. بيكون تدريب عملي في احدى شركات الاي بي ام العالميه، بيشتغلون على ريال بروجكت، بيدرسوا كل الطرقونه. كل سنه احنا نقبل تقريبا 25 واحد. اخر سنه هذه بدينا يعني صار في الاشياء الاداريه والضوابط، فقط نقبل 23 واحد. اللي قدموا لنا تقريبا يسجلون على السيستم قبل كانوا 40، اخر سنه 2014 صاروا 50 60، السنه هذه الاخيره سجلوا على السيستم تقريبا 70 واحد. بس اللي قدموا وراكم 50 واحد، واليوم امتحنوا 40 واحد. واللي نجحوا تقريبا 25 واحد. لان في اختبارات تقدم، مو كل واحد قدم اكيد قبل، في اختبار انجلش، اختبار اي كيو، اختبار اي تي. شروط القبول عندنا يعني سهله جدا لكم، انه يكون تاريخ الشهاده ما صار لها سنتين، العمر اقل من 28، كويتي فقط، الكويتي هو. قد يكون اشتغل من قبل، ما عندنا مانع، يعني حتى زملائكم اللي تخرجوا العام اشتغلوا ما عندنا مانع يسجلون الدوره القادمه. يسجل ويمتحن، اذا قبلناه لازم يستقيل. اذا قبلناه حاب انه يلتحق معنا يستقيل، اذا مو حاب خلاص مع السلامه. بس ممنوع يعني يهدي معنا الدراسه وموظف. لكن ممكن يكون اشتغل السنه اللي فاتت هذه مثلا، لا واحد. بس اهم شيء شهادته ما يكون عندنا. نيتنا ان شاء الله ان البرنامج القادم راح يفتح باب التسجيل في شهر 8 و9. نسوي الاختبارات، نناديكم عشان تسوون اختبارات القبول شهر 10، تبدي الدراسه في شهر 11. هذا النية، يعني 1 week less 1 week more، بس هذه نيتنا. فاللي يتخرجون في 5 أو الصيفي أو تعرفون أحد خرج، ترى ممكن يقدم الدفعة القادمة اللي راح تكون دفعة تاسعة إن شاء الله. أترككم مع الأستاذ إيهاب شلبي، هو مدير برنامج الـ IBM عندنا هني، وبعد هذا إن شاء الله نفتح بعض النقاشات. أي شيء بباكم لا تردون أي لحظة تسألون عن اي شيء تبونه، يعني عشان نعرض برنامج عليكم، لان نشوف هذه مسؤوليه كبيره علينا ان احنا نسوي برنامج للشباب والبنات الكويتيين والكويتيات وما يعرفون عنه. احنا سوينا هذا لكم. فهذا الشيء اي شيء عندكم استفسار عنه تحضرون فيه، اللي يحب يطمح يتطور ويحب يكون له شان وظيفي في المستقبل لا يفوت هذه الدوره. والمعلوماتكم هذه الدوره اقوى دوره في دول الخليج. هذه دورة قوة، هذه دورة علمي، هذه احنا نسويها. اوكي؟ الله يعطيك العافية، ان شاء الله استفدت. تمام. انا اسمي ايهاب شلبي، مدير مشروعات شباب الخريجين، مش في الكويت بس. الحقيقة احنا عملنا برنامج ده في أكثر من 9 دول تقريبا لحد دلوقتي. الدول العربية كان في مصر، كان أكشولي قطر، في المملكة العربية السعودية، الكويت، في الدول الأفريقية عملناه في كينيا وفي جنوب أفريقيا، في دول أمريكا الجنوبية عملناه في فنزويلا وعملناه في التبت. إيه الهدف من في الصين الحقيقة؟ إيه الهدف من برنامج شباب الخريجين؟ الحكومات الحقيقة بتحاول استراتيجية جدا إنها بتحاول تستخدم الاستثمارات الخارجية. عشان مستثمر خارجي يجي الدولة نفسها لازم يشوف الهيومن ريسورسز، الامكانيات البشريه بتاعت الدوله دي، هل الدوله دي مؤهله من وجهه نظر الهيومن ريسورسز ولا لا؟ هل فيها كاليبرز؟ هل فيها ناس مؤهله انها تشتغل في المجالات دي ولا لا؟ في الغالب كنا بنلاقي جاب كبيره جدا ما بين المستوى او مهارات الخريجين ومتطلبات العمل. دايما متطلبات العمل بتطلب حاجات شباب الخريجين ما بتكونش موجوده عندهم، ما بيقدروش ان هم يكتسبوا المهارات دي خلال التدريب الاكاديمي
خلال الاربع سنين او الثلاث سنين بتاعتهم ما بيقدروش يكتسبوا المهارات دي، ففي الغالب بيكون في مهارات ناقصه كتير جدا موجوده عندهم. احنا بنعمل بريدجنج الايجابي، ان احنا بنعلي المهارات الموجوده اللي هم خدوها من المجال الاكاديمي والتدريبي، بنعليها الحقيقه لتتلاقى مع متطلبات سوق العمل. علشان كده البرنامج ده مرتبط تماما بالتشغيل. احنا الهدف الاساسي بتاعنا هو التشغيل، ان احنا جميع الخريجين بتوعنا، انا حقيقة ما عنديش ستاتستكس دلوقتي بالنسبه للدفعات اللي فاتت، بس اظن ان جميع الخريجين تم تشغيلهم بنسبه 100% على ما اظن. فا اكشلي التشغيل شيء مهم جدا بالنسبه لنا. الهدف الرئيسي ان حضراتكم شباب الخريجين يلاقوا فرصه عمل، ومش فرصه عمل عاديه، فرصه عمل متميزه. الحاجه الثانيه كمان ان انت المنافسه في مجال الهيومن كابيتال مانجمنت او الاتش سي ام ما اصبحتش محليه، حضرتك اصبحت المنافسه دي عالميه. انا عايز شخص في المجال ده اللي موجود، انا ممكن اجيبه من الهند او من الصين او من القاهره او من جنوب افريقيا، فالكومبيتيشن بقت اعلى. مهاراتك اللي انت لازم تكتسبها مش لازم تكون مهارات محليه، لكن لازم تكون مهارات اب تو ستاندرد اللي هي المهارات الدوليه. علشان كده التامينات مشكوره تعاقدت مع شركه اي بي ام عشان تاهل شباب الخريجين الموجودين ان هم يكونوا اب تو ستاندرد. اب تو ستاندرد نفس المهارات بتاعتك دي هي اللي انت هتقدر تكتسبها في اي مكان على مستوى العالم. اي بي ام شركه فيها حوالي 400 الف موظف، عمرها اكتر من 100 سنه، وموجوده في اكتر من 160 دوله. البرنامج ده زي ما قلت لحضرتك واحنا شغلناه اتعمل في اكتر من 10 دول. البرنامج ده مختلف من دوله لدوله، لكن انا هقول لحضراتكم ايه اللي موجود في برنامج تدريب وتاهيل الكويتيين حديثي التخرج. البرنامج الحقيقه مدته 26 اسبوع او تقريبا 7 شهور، 7 ساعات يوميا. بيكون التو سيشنز، سيشن الصبح وسيشن بعد الظهر. اكشلي في ساعه بتبقى موجوده بريك، ده معظم في بعض الاحيان بنحتاج من الطلبه او المتدربين ان هم يقعدوا فترات اطول شويه اكسبشن، لكن احنا الحقيقه بيبقى عندنا كم كبير جدا من المعلومات ان احنا لازم نديها للمتدربين اللي موجودين معانا. كم واحد من حضراتكم كان عايز يدخل كليه ثانيه او يدخل تخصص ثاني او يدخل هندسه او يدخل كمبيوتر ساينس، لكن لسبب ما قدرش ان هو يحقق الحلم بتاعه؟ كم واحد من حضراتكم كان عايز يدخل كليه ثانيه؟ يا ريت ترفعوا ايدي. 50% تقريبا كان عايزين تدخلوا ايه؟ كنت ايه التخصصات اللي انتم بتحلموا بيها؟ كمبيوتر ساينس. لا انا كنت بروح كليه اللي هي ايه؟ تخصص ايه يعني؟ نفس التخصص كليه ثانيه. لا انا اقصد التخصص ثاني. مين اللي كان بيحلم ان هو يدرس كمبيوتر بجد؟ لا ممكن يبقى تبقى هندسه كمبيوتر او كمبيوتر ساينس، يعني هندسه تخصص ثاني. اوكي طيب، ده هدف ثاني من اهداف البرنامج بتاعنا اللي هو اللي احنا بنسميه كارير تشينج، ان احنا نغير المسار او الكارير بتاعنا، كارير باث بتاعنا من مجال. في ناس كتير جدا تدرس طب، تدرس ساينس، تدرس كيمستري، تدرس فيزيكس، وبتحب انها تغير المجال بتاعها لكمبيوتر ساينس. ليه؟ الحقيقه فرص العمل بتاعته مطلوبه كبير جدا، والمرتبات والوظائف مطلوبه اكشلي لحد كبير جدا على مستوى العالم. اعلى مجال مطلوب في مجال التشغيل هو مجال الاي تي بلا شك. اعلى مجال مطلوب على مستوى العالم كله في مجال الاي تي، في مجال التشغيل، هو مجال الاي تي. طبعا في ناس ممكن تقول البانكينج، في ناس ممكن تقول الاويل اندستري، ممكن تقول حاجات كتير جدا، لكن الحقيقه الاعلى ستاتستيكلي اكشلي هو مجال الاي تي، فبيوفر لكم فرص عمل كبيره جدا بعد ما تتخرج. الحقيقه احنا البرنامج بتاعنا جد جدا، هو مش صعب بس جد جدا. التدريب لينا نسبه غياب محدوده، ما بنقدرش ان احنا نتجاوز نسبه الغياب دي. التدريب جد، بنعمل معظمه بيبقى في صوره ورك شوبس، بيبقى نظري وعملي في الغالب، الغالبيه فيه بيبقى عملي، وبيكون على صوره جروبس مش انديفيدوالز، يعني انتوا بتشتغلوا في مشروعات حقيقيه، في مشروعات حقيقيه، والمشروع النهائي اللي احنا بنعمله في الغالب بيكون وركينج بروجكت، يعني مشروع ممكن ان هو يتباع كوميرشال، ممكن لو احنا ارادنا حاجه بالشكل ده. انت بتشتغل في النهايه خالص في مشروع حقيقي،
ان هو تقدر ان انت تعمله. وهقول لحضراتكم بعض الامثله اللي احنا عملناها خلال المشروعات. وفكره على سبيل المثال فكره المشروع اللي احنا بنفكر فيه السنه دي اكشوالي ان احنا نطبقه وان شاء الله ممكن ان احنا نطبقه. مرحله التدريب العملي الحقيقه احنا قلنا لمده 26 اسبوع تدريب عملي ونظري، وهنتكلم على تفاصيل البرنامج فنيا دلوقتي حالا. لكن بعد كده كمان في عندنا حاجه اسمها الـ OJT او الاون جوب تريننج او اللي احنا بنسميه التدريب الميداني. التدريب حاجه والشغل في شركه حقيقيه او في مكان حاجه ثانيه خالص. فبالتالي احنا بناخد الخريجين بنخرجهم من دارتنا وان هم بيروحوا في شركه حقيقيه بيشتغلوا في مشروع حقيقي لمده 3 اسابيع. فده اللي احنا بنسميه اون جوب تريننج عشان يكتسب المهارات بتاعه بيئه العمل اللي احنا بنسميها الورك بليس سكيلز او كومبتنسز. فاحنا بنخليهم يدربوا لمده 3 اسابيع في شركه في مشروع عشان يكتسبوا المهارات عشان يكتسبوا الجرأه عشان يشوفوا التعامل بين الافراد المختلفه اللي جوه الشركه شكلها. التدريب ده في الغالب بيكون خارج الكويت، بيكون اما في دبي اما في القاهره في اي سوفت وير هاوس احد افرع اي بي ام الموجوده المنتشره في مصر حضراتكم في اكثر من 160. مميزات البرنامج التدريبي الحقيقه احنا بنتكلم على البرنامج بتاعنا هو في الغالب بيكون في مجال معين. احنا هنتكلم على المجالات اللي احنا اشتغلنا فيها اخر سنتين ثلاثه في مجال الاي تي، لكن الخريج بتاعنا ممكن يشغل وظائف كتيرة جدا. والوظائف دي في دلوقتي هيئة اسمها السيفية موجودة، لو حضرتك بسيطة على الانترنت SFIA بتحط الستاندردز بتاعت كل وظيفة، كل وظيفة بترقمهم. بتقول ان السيستم اناليست على سبيل المثال يكون رقمه 26 والمهارات المطلوبة ان هو يكون مكتسبها 1 2 3 4 5 6. عملت ما يسمى بالسكيل ماتريكس. سكيل ماتريكس بتصنف المهارات المطلوبه لسوق العمل وبتسميها بالاسامي بتاعتها. سيستم انالست، بروجرامر، موبايل بروجرامر، سوفت وير انجينير، سيستم ادمنستريتور، نتورك ادمنستريتور، وكل واحده ليها المهارات والكورسات المطلوبه لكل تخصص من التخصصات. احنا بنتبع الليتست ستاندرد اللي هي السيفيا ستاندرد اللي احنا بنتكلم عليها، والخريجين بتوعنا بيكونوا بالديسكريبشنز اللي احنا بنتكلم عليها مؤهلين تماما وعندهم السكيلز اللي هي بتميت الكرايتيريا بتاعه السيفيا اللي هي اكشلي انترناشونال ستاندرد اللي موجوده عندنا. هقول لحضرتك الموقع بعد ما تخلص. سيفيا SFIA.org. الحقيقه اي بي ام كمان بتمنح شهاده تخرج معتمده دوليا. انت تقدر انت مش تشتغل في السوق الكويتي بس، لكن شهاده التخرج بتاعت حضرتك معتمده دوليا تقدر ان انت تشتغل بيها في اكثر من مكان، لان زي ما قلت لحضراتكم ان اي بي ام شركه معروفه عالميا، فبالتالي الشهاده بتاعتها الشهاده الانترناشونال دي تقدر انت تشتغل بيها في اي مكان. اثناء التدريب كمان احنا بنشجع طلبتنا ان هم ياخدوا انترناشونال سيرتيفيكيشن خاصه في المجالات اللي احنا بنتكلم عليها. يعني مثلا لو التراك بتاعنا برمجه او بروجرامنج، فبالتالي احنا بنشجع الطلبه اللي احنا بنتكلم او المتدربين ان هم ياخدوا شهاده دوليه اخرى كمان في البرمجه، على سبيل المثال من اوراكل، من سن، من يونكس، وات ايفر اكشن الشهاده اللي احنا بنعملها. فهو الخريج بياخد شهاده اي بي ام بلس ان هو ممكن كمان ياخد شهاده دوليه اضافيه معتمده من الشركه او من التخصص اللي احنا بنتكلم عليه. الحقيقه طبعا بتتكفل المؤسسه بتكاليف السفر في مرحله التدريب الميداني، تكاليف الاقامه كامله، وبتمنح كمان جوائز ماليه للثلاثه الاوائل وشهادات تميز خاصه المسار التدريبي. ايه المسار التدريبي والمسارات التدريبيه اللي احنا بنشتغل؟ المهارات الحقيقه احنا المهارات في حاجه ما يسمى بهرم المهارات. الهرم ده لازم تكون موجود عند حضرتك حاجه تسمى الهرم. اول مرحله اللي هي موجوده في قاعده الهرم بنسميها بيرسونال افكتفنس كومبتنسز، المهارات الشخصيه اللي في الغالب انت بتكون مولود بيها او بتكتسبها خلال الحياه بتاعتك، الحياه اليوميه بتاعتك اللي هي موجوده، زي الانتجريتي، النزاهه بتاعتك اكشن شكلها ايه، زي الانتربيرسونال سكيلز، زي الانيشيتيف ان انت يكون عندك المبادره. الحاجات دي في الغالب بتكتسب بصعوبه الى حد ما بالتدريب، لكن في الغالب في بعض الناس عندها الانيشيتيف. في بعض الطلبه سيلف موتيفيتد سيلف دايركتد،
هم عندهم الحميه من نفسهم ان هم يذاكروا، ان هم يتميزوا، ان هم فدي اللي احنا بنسميها البيرسونال كومبتنسز او بيرسونال سكيلز. هي احنا ما بنقدرش ان احنا نكسب المتدربين بتوع الجزء ده، لان هي في الغالب هم بيكون جايه معاهم من الاول. بعد كده بيجي القاعده الثانيه او اللير الثانيه في المهارات اللي احنا بنسميها الاكاديميك كومبتنسز. دي اللي انت بتكتسبها اثناء مرحله التدريب الاكاديمي، مرحله الجامعه بتاعتك. ايه اللي انت بتتعلمه خلال المرحله بتاعتك الجامعه؟ زي مثلا بزنس رايتنج، تعلم الريدنج كومبتنسز، البيزك كمبيوتر سكيلز، اكشلي كل ما يتعلق ان انت بتاخده خلال المرحله اللي هي موجوده في مجال الجامعه دي بنسميها اكاديميك. وبرده للمره الثانيه احنا ما بنتدخلش في المرحله اللي هي اللي تحت دي اثناء فتره التدريب بتاعنا، احنا بنتدخل في بعد كده. دول انت بتكتسبهم شخصيا او من خلال التدريب الاكاديمي بتاعك اللي انت بتاخد 4 سنين او اكتر. في بعد كده اللي احنا بنسميها الورك بليس كومبتنسز او المهارات بيئه العمل. عشان تشتغل في شركه او في مؤسسه الورك بليس كومبتنسز دي احنا بندرب عليها، دي اول مرحله احنا بنتكلم فيها. التيم وركينج، ازاي تتعامل وزن تيم اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت ازاي البروجكتس بتاعتك تقدر تشتغلها وزن تيم. الاكشوالي البيزنس فاندمنتالز، التايم مانجمنت، البروبلم سولفينج، ازاي تقدر ان انت تحل المشاكل دي، البرزنتيشن سكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز، الاي تي سيرفيس مانجمنت. المهارات دي مهارات احنا بنسميها سوفت سكيلز، بنسميها سوفت سكيلز. وبندرب البرنامج التدريبي بتاعنا مش فقط تكنيكال، مش برمجه فقط لا غير او تكنيكال، لكن احنا بنكسب الطلبه بتوعنا اصلا اللي احنا بنسميهم السوفت سكيلز او اللي هي الورك بليس كومبتنسز. بعد كده بيجي المرحله اللي بعد كده اللي احنا بنسميها اندستري وايد. انت ما بتتخرج ممكن تشتغل في اكتر من اندستري، ممكن تشتغل في البانكينج سيكتور، ممكن تشتغل في اويل اند جاس، ممكن تشتغل في سيكتورز كتيره جدا. دي اللي احنا بنسميها التدريب المتخصص. انا في المرحله دي مش بديك مهارات خاصه بسيكتور معين، انا بدي لك جينيريك كونسبتس بتبقى موجوده اللي احنا بنسميها اندستري وايد كومبتنسز اللي هي موجوده عندنا. زي ايه؟ زي الداتابيس كونسبتس. كم واحد عنده فكره عن الداتابيس؟ مايكروسوفت اس كيو ال، حد يعرف داتابيس مثلا على سبيل المثال؟ حد عارف يعني ايه قاعده بيانات؟ عارفين يعني ايه قاعده بيانات. احنا بندي جزء عن الداتابيس كونسبتس، بندي جزء عن الاوبريتنج سيستم كونسبتس. عارفين ويندوز؟ ناس بتشتغل على ويندوز؟ كم واحد بيشتغل على ماك؟ في ناس بتشتغل على ماك، ده اوبريتنج سيستم. كم واحد بيشتغل على ويندوز؟ ده اوبريتنج سيستم. كم واحد بيشتغل على اي او اس؟ ايه اي او اس ده؟ الايفون صح؟ كم واحد بيشتغل على اندرويد؟ كم مشجعي اندرويد؟ مين مشجع اندرويد؟ مين مشجع ابل؟ ما شاء الله ابل منتشر اكتر من خلاص. لا فعلا احنا بندي بقى في المرحله دي ما يسمى بالاوبريتنج سيستم كونسبت، وما بنديكوش حاجه خاصه باندستري معينه باوبريتنج سيستم معين. احنا اي بي ام بتدي اي اوبريتنج سيستم خاص منتشر في السوق. بندي السكيورتي، السكيورتي كونسبتس اللي موجوده عندكم طبعا، تسمعوا عن الهاكينج، الهاي جاكينج، تروجنز. حد جاله فيروس قبل كده على الماشين بتاعته؟ اكشلي سمعتوا عن حد بيسرق بنك قبل كده؟ احنا بقى هنعلمكم تسرقوا، محدش يصدق. احنا اكشلي الجزء ده بنسميه ethical hacking او الهاكينج الاخلاقي، بس لكن بنعلمكم اساسيات السكيورتي اللي هي موجوده. البروجرامينج كونسبتس، حد يعرف يعني ايه بروجرامينج؟ حد كتب كود قبل كده؟ كتبت كود بايه؟ جافا، فيجوال بيزك، سي شارب، اوكي، بايثون، بايثون اكاديمي اكتر، صح؟ ايه كمان؟ احنا بندي معظم البروجرامينج سكيلز اللي موجوده. وبعد كده بندي بقى التخصص الدقيق بتاعنا اللي احنا كل سنه بنغيره. بنغيره على اساس ايه؟ بنغيره على اساس الماركت نيدز. بنروح نعمل اناليسيس في السوق الكويتي، ايه احتياجاتكم يا جماعه؟ ايه احتياجاتكم؟ البنوك انتوا ايه احتياجاتكم مبرمجين؟ قطاع الغاز والبترول ايه احتياجاتكم؟ قطاع التيلي كوميونيكيشن والنتوركينج والموبايلز ايه احتياجاتكم؟ لاحظنا اخر 3 سنين ان معظم احتياجات الناس في مجال البرمجه، مجال البروجرامينج، بتتلخص في مجال الموبايلز والهاند هيلدز وما يسمى بالاي او تي. سمعت عن التعبير ده قبل كده؟ اي او تي، انترنت اوف ثينجز. سمعتوا عن المنازل الذكيه؟ هاي
المنازل الذكيه دي اي او تي. ايه هي المنازل الذكيه دي؟ كله ايه؟ حضرتك تقدري تتحكمي في كل اجهزه البيت من خلال الموبايل، صح؟ بما فيها الاضاءه، بما فيها الثلاجه، بما فيها الغساله، بما فيها التكييف اير كونديشن اي سي، بما فيها كل حاجه، كل ما حتى فيها اللايتنج السمارت لايتنج اللي احنا بنسمع عليه، سكيورتي كامز، كل الكلام ده تقدر انت تتحكم بيه من خلال الكمبيوتر او من خلال الموبايلز اللي موجوده عندك. اوكي، فده التخصص الدقيق بتاعنا هو موبايل بروجرامينج. احنا بنعلم الناس ازاي يعملوا بروجرامينج على اجهزه الموبايلز، على اجهزه الهاند هيلدز، على اجهزه التابلتس، على اجهزه الكمبيوترز، لان الصناعه نفسها شكلها اتغير. البرمجه التقليديه اللي احنا كنا بنعملها زمان، انا متخرج من جامعه نويبل من 20 سنه، اكشلي ما كانش قدامنا غير البي سي اللي هو ده اللي احنا نقدر نعمل عليه كودنج. دلوقتي البرمجه وشكل الاجهزه، شكل الديفايسز نفسها اتغير، شكله اتغير تماما. بقى في مليون شكل للكمبيوتر. تسمعوا عن الميني كمبيوتر الصغيره؟ اقدر اكتب كود عليها. تسمعوا عن التابلتس والموبايلز؟ طبعا هاند هيلد، كل الناس معاها سمارت فونز دلوقتي. فالكود احنا بنقدر ان احنا نغير كل الكلام ده. دي المرحله اللي احنا بنسميها اندستري سبيسيفيك، اللي هو التخصص الدقيق الخاص بصناعه. وبما اننا دخلنا الصناعه، التخصص الدقيق خلال اخر ثلاث دورات كان في مجال التليكوميونيكيشن والموبايل ديفلوبمنت. بعد كده نيجي المرحله الاخر خالص بنسميها اي تي اس ام او اي تي سيرفيس مانجمنت او والتدريب الميداني. ايه الاي تي اس ام؟ الحقيقه احنا مش بنأهل حضراتكم بس ان انت تكون مبرمج صغير، احنا بنأهل حضراتكم ان انت تكون مدير. بعد كده ليتر اون تبقى بروجكت مانجر، تبقى تيم ليدر الاول، وبعدين بعد كده بروجكت مانجر، وبعدين وهكذا. فبالتالي احنا بنديها اي تي سيرفيس مانجمنت، اللي هي اداره الاي تي، اداره مشروعات الاي تي اللي احنا بنتكلم عليها. فبرضه دي جزء من اللي احنا بنغطيها، ناخد في الكورس بتاعنا حاجه اسمها اي تي اي ال، ودي جزء من الاي تي سيرفيس مانجمنت. نرجع تاني نلخص اللي احنا قلناه. ده ما يسمى هرم المهارات والقدرات المكتسبه خلال فتره التدريب. احنا بنبتدي من المرحله دي لفوق، لان المرحله اللي تحت دي هي مهارات شخصيه، المرحله دي هي مهارات اكاديميه، والمرحله اللي بعد كده مهارات بيئه العمل ومهارات غير متخصصه، يعني اندستري وايد، غير متخصصه في صناعه معينه، وفي الاخر خالص التخصص الدقيق بتاعك اللي بيختلف من سنه لسنه. البرنامج ده اللي هو اكشلي احنا دايما بنغطيه بصفه مستمره كل سنه، وكل سنه التخصص بيتغير. بدون دخول في التفاصيل، بس ده تفاصيل التراك بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه كل سنه. اكشلي في الاول خالص بنتكلم على الكونسبتس. الناس احنا طبعا عندنا دايما بيبقى عندنا مشكله صغيره، ان في ناس جايه من ديفرنت باك جراوندز. بيبقى في ناس انجينيرز، وفي ناس كمبيوتر ساينس، وفي ناس ام اي اس، في ناس تخصصاتهم مختلفه. فازاي نخلي كل دول قاعده موحده موجودين عندنا؟ لازم ندي الايه، نعمل البريدجنج ذا جاب اللي احنا بنتكلم عليها. ليه؟ لان احنا كل الناس بعد البلوك الاولاني لازم تبقى على نفس المستوى علشان نبتدي التخصص الدقيق. الناس بتاعت ام اي اس بتحتاج مجهود اكتر في اول بلوك، بس بعد كده الامور بتستقر. وانا اجزم لحضراتكم ان بعض الاوائل خلال الدفعات اللي فاتت كانت من ام اي اس. يعني الناس تقول ام اي اس ازاي اعمل انافس انجينيرنج او انافس كمبيوتر ساينس في مجاله؟ الحقيقه الكلام ده مش مظبوط. استاذ حمد ممكن يقول لنا الدفعه دي اصلا الاولى اول كورس اللي موجوده مش انجينيرنج مش كمبيوتر ساينس. أريج جامعه امريكيه تخصص ام اي اس، ما خدتش قبل كده بروجرام، طلعت الاولى. فاكشلي دي بتديكم كايند اوف موتيفيشن، مش تقدروا ان انتوا تشوفوا بعد كده لا المنافسه ممكنه ومحتاجه مجهود صحيح، بس الحقيقه انتوا قدها. بعد كده بيجي زي ما قلت لحضراتكم مرحله الاناليسيز والديزاين، مرحله البروجرامنج بيكون جافا، زي ما قلت لحضراتكم برضه بناخد سوفت سكيلز واي تي سيرفيس مانجمنت، وبعدين بعد كده التخصص الدقيق اللي هو الاي او اس، البرمجه على ايفون والبرمجه على اندرويد، وبعدين بعد كده الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت ده السنه دي الحقيقه انا لسه ما ناقشتش، وممكن تكون مفاجاه للستاف بتاعت الفكره اللي جت لي. الحقيقه انا مش مقيم في الكويت،
بس اول مره ازور سوق المباركيه وانبهرت تماما بهذا السوق، انبهرت تماما بالاثريه بتاعته بجماله باكشلي يعني عبق تاريخ الموجود فيه. ففكرنا ان احنا نعمل مشروع خاص بالتجاره الالكترونيه يغطي قطاعات المختلفه في السوق اللي احنا بنتكلم عليه. هنعمل حاجه اسمها ام كوميرس، موبايل كوميرس، هنعمل حاجه الكترونيك بيمنت. طبعا انتوا عارفين الكترونيك بيمنت دلوقتي الدفع كله من خلال الموبايلز، بتشوفوا البي او اس الجديده كلها بتقدروا ان انتوا تدفعوا من خلال الموبايل. ربما تكون دي الفكره، بس اللي انا اقصده بالمثال اللي انا ضربته لحضراتكم دلوقتي ان احنا بنعمل كمان براكتيكال بروجكت علشان ان احنا نقدر نسوق. اختبارات الدورية الحقيقة البرنامج بتاعنا جاد تماما، جاد تماما. في امتحان بعد نهاية كل بلوك، بيكون حوالي 6 امتحانات موجودة، 6 امتحانات كلها بتبقى اوبجكت كويشنز اللي هي مالتيبل تشويس مالتيبل انسرز، في المالتيبل تشويس سنجل انسر، فيل ان ذا بلانك، ماتشنج، رانكينج، الاسئلة اللي مفيش فيها ما بتكتبش فيها، انت بتختار بس ايه الاختيارات من متعدد زي فبالتالي كلها بتبقى تفكير، ما بيبقاش فيها حفظ. فاحنا عندنا امتحان 6 امتحانات موجوده، وبعد كده اكشلي بنختار في فاينل بروجكت زي ما قلت لحضرتك. في طبعا 15% على الحضور والالتزام، 40% على الاختبارات الدوريه، 15% على الانتر اكشن مع المدرب اللي هو موجود، في انشطه زي ما قلت لحضراتكم المشروعات والمشروعات الموجوده، و20% في النهايه خالص على التدريب الميداني وعلى الاوجيتي. تخرج زي ما اتكلمت حضراتكم لازم الحضور لا يقل عن 90% خلال الدوره، الغياب مش مسموح به الا في اكسبشن كيسز يعني موجوده، تاخير احنا عندنا بالدقيقه، البرنامج منضبط تماما، وبحب اكرر الكلمه دي، البرنامج التدريبي منضبط تماما ومحتاج مجهود من حضرتك، بس اوعدكم بمستقبل مشرق بعد ما تخلصوا البرنامج التدريبي ده، وتاهيل كبير جدا لسوق العمل الخارجيه والداخليه. الحقيقه انا خلصت كده فهسيب لحضراتكم، وطبعا في اسئله، في سلايدز تكنيكال كتير جدا، بس انا طبعا عارف وقت حضراتكم كفايه كده، واكيد يوم كان مرهق بالنسبه لكم، فهنكتفي بالجزء ده وهفتح باب الاسئله مع الاستاذ حمد ونشوفوا اي اسئله عايزين تسالوها. طبعا اي حد عنده اي شيء يا جماعه يفضل. ما تكسف يعني ما تخجلوش، اتفضل. بس ام اي اس ما في مواد ثانيه؟ تخصصات تانية؟ احنا لا، لو حضرتك تقصدي في الباك جراوند بتاعتك اللي قبل كده، احنا بناخد ام اي اس، بناخد كمبيوتر ساينس، بناخد كمبيوتر انجينير، ودول المسموح بيهم ان احنا ناخد. في بعض التخصصات التانية مرتبطة شوية بالكمبيوتر زي التدريب التطبيقي او الكلام ده، ومع ذلك تبقى محدودة قوي وفرصه بتكون محدودة. لكن المجالات اللي احنا بنقبلها ده في النهاية خالص برنامج تدريب على الكمبيوتر او تكنولوجي. فدول الثلاث تخصصات بتاعتك، كمبيوتر انجينيرنج، كمبيوتر ساينس، يعني من نوع واحد المحاسبه ولا التمويل نقلهم حتى لو كان شطار كذا واحد منهم نقل هذه الثلاث تخصصات بس اختصارات ممكن كوميونيكيشن هندسه الكترونيات ممكن فقط لا غير. اذا وقت ما انا بسجل بعد ما اتخرج الشروط الموجوده شو لازم يكون معدلي؟ في شرط يكون معدل معين؟ قبل كان جيد جدا، اخر سنتين نزلنا الى جيد 2.00. والاختبارات؟ اختبار احنا نسوي اختباراتكم. حدنا اي بس شنو مثلا؟ نسوي ثلاث اختبارات احنا. اختبار انجلش، اختبار اي تي. الحين اقول لك اياه، اختبار اي كيو، شيء بسيط يعني. بعدين مقابله شخصيه. نجمع درجاتك ونشوف هل يبقى درجه معينه ونرتبهم ناخذ اول اعلى 25 واحد 24 واحد. الاختبار الانجلش نشوف مستوى الانجليزي اللي عندك. اختبار الاي كيو اختبار منطق، ما هو الاي كيو العالمي، شيء مبسط يعني منطق. اختبار الاي تي شنو في سؤال اختبار الاي تي؟ في المعلومات الاساسيه عن الكمبيوتنج، يعني ايه سي بي يو، يعني ايه شاشه، يعني ايه انبوت اوت بوت، يعني ايه ماوس، يعني ايه كيبورد. بتقيس بس المعلومات البيزكس بتاعتك. تقول ما في بروجرامنج الاختبار؟ في بروجرامنج الاختبار، طبعا ده بيدي زي ادفانتج للناس اللي عندها بروجرامنج سكيلز، بس في الغالب ما بتكونش كبيره قوي، يعني بنديهم مثلا HTML5، يعني حاجه كاسكيدنج ستايل شيتس، جافا سكريبت، حاجات بيزكس قوي لكن مش متخصصه، لان ده دورنا احنا،
دورنا ان احنا ناخد الناس اللي ما تعرفش بروجرام سكيلز قويه ونخرجهم بروفيشنال بروجرامرز. احنا في عدد معين حق البرنامج نفسه؟ نعم في، بس جاء سؤال، احنا حتى باختبار لما يختبرون طلبه احنا نقدر وضع طلبه الاي اس ان علامتهم بالاي تي مو مثل كمبيوتر ساينس، لان الاسئله بروجرامنج ما يجون. طيب بالنسبه حق العدد، التسجيل مفتوح، كل ما يسجل يسجل، بس في النهايه عندنا عدد يسقط الامتحان اوت، وفي المقبولين ناخذ اول 23 واحد والبقيه احتياط. يعني هذه السنه اول 23 قبلناهم، في ثلاثه انسحبوا فدخلنا احتياط فوق معاهم. معي؟ اللي نجحوا تقريبا 26-27 واحد، البقيه كانوا سقوط. اصلا اللي قدموا امتحان 40 واحد. ايش كذا بالنسبه انت الاحتياط يسحب؟ شلون؟ قصته حق الصعود ايش كذا؟ اللي شنو هو؟ الاحتياط على حسب ينسحبون، احنا كل سنه هذا ينسحبون 2 3 4. لأسباب شخصية في الغالب، يعني فيها أم عندها طفل صغير أو كلام من ده، أحيانا بعض الأحوال هو حصل شغل ما قدر، حتى أول أسبوع ينسحب، أول أسبوع بالدراسة بس أول أسبوع، اللي ينسحب لأي شباب النادي حق هذه الإدارة. يعني الفصل اللي يتخرج بشهر 12/1 هذا إن شاء الله راح يكون الفصل اللي وراه، الكورس اللي وراه بس راح يكون أبشر، مو شهر 8. راح ننزل الاعلان يمكن شهر 6 و7 8 نبدا يمكن 1 اكتوبر تقريبا. هذا السنه وراها على 10. يعني تخرجت بشهر 12 او شهر 1 صح؟ شلون؟ مو سنه، لا تنطري تقريبا 7 شهور ينزل الاعلان، يبدا البرنامج في شهر 10. يعني 9 شهور قاعده بس تكونين. اول 9 شهور قاعده نبدا اول حضرتك على فكره ترى في حل، روح اشتغلي لما نحط اعلان. المشكله انه يحطون معاك عقد سنتين. من هم؟ مثلا بديت اشتغلت بالبنك، مثلا يحطون معاك عقد انك لازم تشتغل سنتين عندهم بعدين تقدر تطلع. ما اتوقع استقاله انا احط معاك لا استقاله الحكومه الوزارات الديوان حط اسمك شغلي بالديوان ها؟ بدون غير ممكن تروحين قطاع حكومي. وعلى فكره ترى اذا تروحين تشتغلين من الجامعه على طول بدون روحي. بس تروحين تكونين يعني كول سنتر ولا اشياء بسيطه، تخرج من هني ما يروح كذي. اعطيكم مثال، شركه زين، تدرون خريجين الكمبيوتر لما يروحون شركه زين كم مرتباتهم؟ قطاع خاص في دعم عماله صح؟ دعم عماله حق العزوبي تو متخرج كم؟ تقريبا 700 دينار عدد؟ شركه زين يعطون الخريج كمبيوتر يعطونه 500 دينار. كم صار مجموع؟ 1200. خريجين البرنامج عندنا شركة زين يعرفونهم زين، خريجين البرنامج يعطونهم زين 700 دينار، 200 دينار فرق عن الخريج العادي عشان سبع شهور هذه. زاد 700 من دعم العمالة هذه 1400. معي؟ إذا تبي تضحي وتجي البرنامج عشان تاخذ ادفانتج غير. مثل ما قلت لكم اللي ما يبي ينطر بيتخرج شهر واحد بيشتغل يشتغل كيف؟ لما تفتح الباب سجل لا تستقيل، يمكن ما تنجح عندنا ترى. سجل اذا نجحت لك الخيار، وترى انت نجحت يا تستقيل تبقى معنا او ما تبي انت حر، احتمال يعني شغلت مرتاح فيه خلاص. لا حضرتك حاجه اثناء الانترفيو كنت بسال انت اشتغلت قبل كده؟ فيقول لي لا انا مستني البرنامج ناطر البرنامج، يعني قاعد ست او خمس شهور منتظر فقط لا غير البرنامج التدريبي. ده دليل على حاجه، هو برنامج قوي جدا سنين بيعمل فرق كبير جدا ما بين فريش جراد وما بين بعض، ففي ناس بتنتظر بعد. يعني في ناس انتظروا ورفضوا وظائف عشان هذا البرنامج لانهم سمعوا سمعته. يعني تصوري الشاب لما ينطر غير البنت صح؟ ها؟ في شباب انطروا 9 شهور لانهم شافوا زملائهم اللي تخرجوا كيف كان وظيفتهم. يعني في طرفه واحد من الشباب وهو زوجته الدفعه اللي فاتت مدرس مدرسات، تعرفون مدرسين مدرسات مرتباتهم غير الوزارات العاديه صح؟ ليش؟ عندهم كادر مدرسين، فكل واحد منهم تقريبا مجموع مرتباتهم اثنينهم 2500 دينار. اثنينهم ها؟ استقالوا ويو عندنا 750 كم صاروا؟ 1500 ضحوا ب 1000 سبع شهور وعندهم بيبي.
لانهم بعد البرنامج عندهم شيء كبير. ليش قلت ليش سويت كذي؟ قال لي انقهرت قاعد بالديوانيه، ربعي اللي تخرجوا عقبي كل يوم الثاني انقهر انا قاعد معاه وتقول علي شركات تعال مقابله عندك، تعال مقابله، تعال مقابله، وانا عمر ما حدق علي. السبب لانه تخرج شاف شيء انه شيء جبار، وشيء ثاني يقول انا تخرجت وكنت اشتغل منه بالجامعه، يعني بعد فتره قصيره اشوف يعني حوار الحديث معاه انا بيبي عنده، انا فعلا عنده بيبي بالنقاش، شيء جبار يكون. عندنا الـ 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 من الاشياء اللي احنا نعتبر متساهلين فيها ان اللي يلتحق عندنا بالبرنامج وبيطلع اي وقت يطلع، ما اقول تعالي بفلوسنا دفعنا لك فلوس وممنوع، طبعا ما احب احد يطلع، بس اللي بيطلع يطلع لاي سبب كان هو الخسران. انا كان عندي سؤال على هذه، فرضا انا قبلت وكملت 14 حلو، فانت تدفع لي 700 على هال 750 بالضبط. طلعت اخذت والله عقد، انا اسمع باب الطلب اتصل لهم عقود من الشهر الرابع مثلا وقعوا لي يمشوا من يطلعوني طالب علي اللي كان هو ام اي اس، ما تطلبوني بالفلوس اللي ولا شيء، ما في اي التزام. يعني عندنا احد طلبة الاخ علي كان ماي اس، كان اول شهر يقول كل يوم ارهونا بطلع علي صعب وهو ماي اس، الحين ما شاء الله تخرج وكان من المميزين، اشتغل في شركه الغانم، يعني وفر على الشركه ملايين، كان في شركات بينصبون عليهم يبيعوا لهم اشياء فيك بسبب المستوى، مسك شركات يعني مسك مقاولات تحت 2000 موظف ما صار له سنه عشان تخرج من برنامج جدا مميز. هو حاليا مدير ومديره من نفس البرنامج. يعني شركه زين في اللي تخرجوا عندنا كل سنه ياخذ تقريبا 5 زين على طول كل سنه واضح. عندنا 5 فوقهم 5 مدراء وفوقهم يعني في 5 ليفلز، اللي متخرج من دفعه ثانيه 2010 و11 واصل توب الحين. وهو يحرص على هذيل لانه يعرف شنو المستوى. كل سنة يأخذ الناس، كل سنة يأخذ الناس. سؤال على الاختبارات، إذا أنا والله قدمت مرة ما قدمتهم، هاي مرة سيئة، هاي مرة سيئة. والله إحنا وهو ماكو شيء مكتوب رتن، لكن إحنا اللي يرسب مرة ما نعطي مجال مرة ثانية. يعني هو رسب مرة بينتظر سنة وراح يشتغل خلاص. لغات البرمجه، لغات البرمجه. اوكي لو حضرتك بصيت كده على السلايد دي احنا بنتكلم فيها، دي لغات البرمجه اللي احنا بنتكلم عليها. اول حاجه احنا بنتكلم عليها احنا بناخد بلوك كامل 4 اسابيع او حوالي شهر جافا بروجرامينج، بتكون جافا ستاندرد اديشن، جافا انتربرايز اديشن، ناخد جافا ريزيستنس اي بي ايز، ناخد اكشلي ويب سيرفيس سكيورتي، ده بلوك بالجافا. بعد كده لغات البرمجه اللي احنا بنتكلم عليها ناخد سويفت على اي او اس عشان نكتب كود على ايفون موبايل ابس يعني على ايفون، وبعد كده بناخد اندرويد، والاندرويد ده يمكن عشان نكتب موبايل ابس بس على اندرويد ديفايسز. قبل كده بناخد طبعا الحاجات بتاعت الويب بروجرامينج اللي هي اتش تي ام ال 5 كاسكيدنج ستايل شيتس جافا سكريبت جي موبايل جي كويري كتير، يعني انا لو قعدت اعد حضرتك كتير، بس اكشلي دي الحاجات البيزكس اللي احنا بنتكلم عليها. على فكرة من الحين الشركات قاعد يقولون علينا متى يتخرجون الدفعة اللي عندكم؟ نعم تخرجون شهر 10 إن شاء الله، يعني حريصين حيل عليهم. How long is the program? Sorry. How long is the program? 26 weeks, 7 months. Is it also available for non-Kuwaiti students or graduates? No. Just for Kuwaiti. Even though the non-Kuwaiti will work here in Kuwait? Even though. No, no. عفوا استاذ بس بغيت اسالك، هل البرنامج التدريبي اذا خليته ممكن ياثر عليه بتخصصات ثانيه؟ ممكن شنو؟ ممكن ياثر عليه بتخصصات ثانيه، مثلا انا تخصصي اداره اعمال. ايه. واذا خليت البرنامج هل بياثر علي؟ لا هو اصلا ممنوع احد يلتحق لنا الا ماي اس او كمبيوتر ساينس، كمبيوتر انجينيرنج، اتصالات. صار لي سنتين عارف عن هالدورة، ما طلع خارج عشان آخذها، فمتى أقرب وقت حق تسجيل؟
قلنا احنا يمكن تتاخر شويه، متى تخرجين انت ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله بنفتح باب التسجيل شهر 8 و9 اي شهر 10 المقابلات، شهر 11 يبدا البرنامج ان شاء الله باذن الله. استاذ بس سموحه كلفنا عليك وايد. لا لا تشرف فينا يعني عشانكم. البرنامج التدريبي هل الوقت ماله ثابت؟ ايش قصدك؟ يعني كل سنه شهر 10؟ لا والله لا، هو كل سنه كان يتاخر يعني. انا حاولت الحين اقدم لان معظم الخريجين خرجوا شهر 5 مو شهر 1 صح؟ الا قليله، فكان قبل الحين الحين الفصل اللي فات بدينا بشهر 4 فيتاخرون، فانا راح الدفعه الجايه راح 11 اللي وراها بشهر 10 معي. فاحنا كل سنه بنجدد شويه لما يعني نضبط تماما ان خريجين ماي شهر 5 والصيفي يتاخرون. فانا حريص جدا ان الخريجين شهر 5 يخرجون بالصيفي راح يلتقون على الدفعه الجايه. فهو كل تقريبا بيكون اولموست تقريبا كل سنه ان شاء الله من السنه القادمه نبدا ب 10 اكتوبر. تفضلي. الاختبارات موجوده كل شهر. كل شهر اي؟ كل شهر كان في اختبار. اذا مثلا كان مستوى احد الاختبارات وايد نازل شو والله احنا عندنا احنا اللي يسقط احنا النجاح من 60%. ها؟ اللي يجيب اقل من 60 معنا الشرح جدا يعني وافي كافي بس يبي احد يتعب عليه. اللي يسقط بالاختبار نعطيه كتاب انذار. اذا سقط مره ثانيه مع السلامه. واللي يسقط على الدرجه الحقيقه اكشلي هو الدرجه ما بتكونش كلها 100% على الاختبارات فقط، لكن بيكون في جزء ثاني على العملي، لان احنا عندنا يوميا في كويزز بيبقى في انتراكشن مع الانستراكتور، في حاجات ثانيه بتاخد درجه، لكن لو الاوفرول اقل من 60% لا شيء، وده ما بيحصل واحد كل 20 على سبيل المثال. عفوا انت قلت المجالات هندسه ككل؟ لا هسه كمبيوتر بس كمبيوتر فقط، يعني هسه مدنيه وكيميائيه وكيميكال ممنوع يقدمون عندنا. الكترونيات اوكي. هات اتصالات كوميونيكيشن انجينيرنج كهرباء الحاجات اللي هي لو انا ما اعرفش التخصص ده موجود في الكويت، الحاجات اللي هي مرتبطه برضه بالاي تي زي البايوميديكال انجينيرز زي ال في حاجه اسمها بايوميديكال لو انتم تعرفوا في هندسه طبيه بالظبط، في بعض التخصصات مرتبطه بالاي تي فبالتالي ده جاهز مفيش مشكله، لكن هو مش كمبيوتر ساينس بس تخصص مرتبط بالاي تي او الكمبيوتر ساينس. يعني حتى لو واحد كان قوي جدا بالاي تي ويعرف كل شيء بس محاسبه واثبت لنا انه احسن من كمبيوتر ساينس لوائح ممنوع عندنا. لوائح ما تسمح لنا. طيب حلو يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ عبد الله. شكرا لك استاذ عبد الله.